تصاعد وتيرة الاحتجاجات في البصرة، العبادي يزور المحافظة ويبحث مع المسؤولين فيها الوضع الأمني وتلبية مطالب المتظاهرين. حركة التغيير الكردية تدعو إلى وقف عملية العدوى الفرز اليدوي وتصفها بأنها لا فائدة منها سوى شرعنة الانتخابات المزورة. إقامة منقبة نبوية في جامع مالتب في العاصمة التركية أنقرة على أرواح شهداء مجزرة 14 من تموز في كركوك عام 1959. القوات المسلحة التركية تعلن مقتل 76 إرهابيا من PKK خلال أسبوع من العمليات العسكرية شمالي العراق وجنوب شرق تركيا. من استوديو الشهيد أحمد هاجرغلو نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. في الذكرى 59 لمجزرة كركوك الأليمة التي وقعت في 14 من تموز عام 1959، أصدرت الجبهة التركمانية العراقية بيانا استذكرت فيه الشهداء التركمان الذين سقطوا في المجزرة الأليمة. وقالت الجبهة التركمانية في بيان صدر عن دائرتها الإعلامية: نستذكر بكل معاني الفخر والاعتزاز شهداءنا البررة الذين راحوا ضحية مجزرة رهيبة ارتكبها شعوبيون قتلة في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها التاريخ الحديث، حيث قام المجرمون القتلة بسحل المواطنين التركمان وهم أحياء وعلقوا جثثهم الطاهرة على أعمدة الكهرباء وجذوع الأشجار واستباحوا ممتلكاتهم ونشروا الفوضى والدمار في كركوك. واعتبر بيان الجبهة التركمانية أن المؤامرة التي حيكت ضد التركمان في 14 من تموز عام 1959 هي نفسها التي تحاك اليوم ضدهم، ولكن بعناوين وأسماء ووجوه مختلفة. والزمرة المجرمة التي ارتكبت مجزرة كركوك بالأمس هي نفسها التي تريد اليوم طمس الهوية التركمانية لمدينة كركوك وسلب إرادة أبنائها التركمان والتلاعب بأصوات ناخبيهم، ومع عمليات التزوير الإلكتروني التي طالت الانتخابات الماضية ببعيد، بل هي خير دليل وأصدق مثال على ذلك. وأكدت الجبهة التركمانية العراقية في ختام بيانها ووقوفها القوي والثابت لإفشال كل مؤامرة تستهدف الوجود التركماني في كركوك وباقي مدن ومناطق تركمانلة، استذكارا لشهداء التركمان الذين سقطوا في مجزرة كركوك الأليمة التي وقعت أحداثها في 14 من تموز عام 1959. جرى تنظيم حفل تأبيني تضمن منقبة نبوية في العاصمة التركية أنقرة على أرواح شهداء مجزرة 14 من تموز الأليمة. يواصل أبناء الشعب التركماني إحياء ذكرى شهدائهم الذين سقطوا دفاعا عن أرضهم وهويتهم القومية في ذكرى 14 من تموز في كركوك عام 1959، والتي مثلت نقطة سوداء في تاريخ الإنسانية. فاستذكارا لشهداء التركمان الذين سقطوا في مجزرة كركوك الأليمة، جرى تنظيم حفل تأبيني تضمن منقبة نبوية في العاصمة التركية أنقرة على أرواح شهداء مجزرة 14 من تموز الأليمة. وأقيمت المنقبة النبوية قبيل صلاة الجمعة في جامع مالتب في أنقرة، وذلك بحضور جمع غفير من الشخصيات والمواطنين التركمان المقيمين في تركيا. وتليت في مستهل المنقبة النبوية آيات من القرآن الكريم على أرواح الشهداء التركمان، ومن ثم الدعاء لهم بأن يتغمدهم الله برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته.
وحضر المنقبة النبوية أيضا رئيس حزب الوحدة الكبيرة وعضو مجلس الأمة التركي مصطفى دستاجي الذي تحدث لفضائية تركمانيلي، مؤكدا أنه ورغم مرور 59 عاما على مجزرة كركوك الأليمة إلا أن حزنها وجرحها لا يزال مستمرا في قلوبنا، سائلا الله تعالى الرحمة للشهداء. كما أكد دعمهم المتواصل للشعب التركماني، مشيدا في هذا الصدد أيضا إلى الجهود التي تبذلها الجبهة التركمانية العراقية عبر ممثليتها في أنقرة وأيضا المنظمات والجمعيات التركمانية في تركيا. من جهته أشار ممثل الجبهة التركمانية العراقية في تركيا الدكتور هجران قزانتش إلى أن مجزرة 14 من تموز في كركوك عام 1959 تندرج ضمن سلسلة المجازر والانتهاكات التي ارتكبت بحق التركمان في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى يومنا هذا، وذلك بهدف محو الوجود التركماني من مناطق تركمانيلي، مبتهلا إلى الله تعالى أن يسكن الشهداء جناته الواسعة. مع تصاعد موجة الاحتجاجات في محافظة البصرة للمطالبة بتوفير الخدمات، وصل رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم إلى البصرة قادما من بروكسل، حيث عقد اجتماعا مع القيادات الأمنية لبحث الأوضاع في المحافظة، وحذر من وجود عناصر مندسة تريد الإساءة للتظاهر السلمي للقوات الأمنية في البصرة في وقت زادت فيه حدة التوتر والاحتجاجات في المحافظة التي قام فيها المتظاهرون بإغلاق بوابة حقل مجنون النفطي وأيضا إغلاق الطريق الرابط بين البصرة والعاصمة بغداد. تتواصل منذ أكثر من أسبوع موجة التظاهرات الحاشدة في عدد من المحافظات الجنوبية وفي مقدمتها محافظة البصرة احتجاجا على تردي التيار الكهربائي والمطالبة بتوفير الخدمات، وقد زادت وتيرة الاحتجاجات في البصرة لتصل إلى درجة اندلاع مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية أدت بحسب مصادر طبية إلى مقتل أحد المتظاهرين وإصابة 13 شخصا آخرين بينهم عدد من أفراد القوات الأمنية. وفي مؤشر على خطورة الوضع في البصرة، توجه رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي شارك في اجتماع للتحالف الدولي في بروكسل، توجه في طريق عودته مباشرة إلى البصرة، حيث عقد اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة لتدارس الوضع. وأكد العبادي في تصريح له أن المواطن البصري حريص جدا بالحفاظ على أمن محافظته واستقرارها ولن يعرضها للخطر مهما كلف الأمر، معتبرا أن هناك بعض العناصر المندسة التي تريد الإساءة للتظاهر السلمي وللقوات الأمنية. كما شدد العبادي على أن الحكومة حريصة على توفير الخدمات في البصرة بأسرع فترة ممكنة. يأتي ذلك فيما أقدم متظاهرون في البصرة على إغلاق بوابة حقل المجنون النفطي والطريق المؤدي إليه شرقي المحافظة، كما قام متظاهرون في قضاء القرنة أيضا بإغلاق الطريق العام الرابط بين البصرة والعاصمة بغداد. وكان المتظاهرون في البصرة قد اقتحموا مقرات شركات نفطية في حقل القرنة وقاموا بسلب ونهب بعض الأجهزة التبريد في الحقل النفطي. أكدت حركة التغيير الكردية أن عملية إعادة العدوى الفرز اليدوي الجزئي لصناديق الاقتراع التي تجريها مفوضية الانتخابات المؤلفة من القضاة المنتدبين إنما هي إجراء عقيم لا فائدة منه سوى إعطاء الشرعية للانتخابات البرلمانية التي جرى تزويرها. رغم استمرار عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية من قبل مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات المؤلف من القضاة المنتدبين، تتواصل أيضا الانتقادات الموجهة من قبل الكثير من الأطراف السياسية لهذه العملية. فقد أكدت حركة التغيير الكردية أن عملية إعادة العد والفرز اليدوي الجزئي لصناديق الاقتراع التي تجريها مفوضية الانتخابات المؤلفة من القضاة المنتدبين إنما هي إجراء عقيم لا فائدة منه سوى إعطاء الشرعية للانتخابات البرلمانية التي جرى تزويرها. وقال النائب السابق عن حركة التغيير الكردية هوشيار عبد الله إن العد والفرز الجزئي بشكله الحالي هو إجراء عقيم لا طائل من ورائه، وسيمنح الشرعية في النهاية للانتخابات المزورة بنتائجها المعكوسة. وخير نموذج على ذلك ما حصل في محافظة السليمانية، إذ يتم الأخذ بنتائج المحطات المطابقة، أما المحطات الغير المطابقة فتتعرض لكسر الأقفال أو الحرق أو الإشارة
الحمراء وتضيع الحقائق وتصادر إرادة الناخبين، موضحا أنه في السليمانية هناك قرابة 100 محطة انتخابية نتائج العد والفرز الإلكتروني فيها غير مطابقة لنتائج العد والفرز اليدوي، لكن تم كسر أقفالها للحيلولة دون حساب نتائجها. وبين هشير عبد الله أن السليمانية يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني، وأربيل يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذان الحزبان يمتلكان السلطة والمال والسلاح، وبالتالي فإن الديمقراطية يصعب تحقيقها في ظل معطيات الوضع الراهن. خلال أسبوع من العمليات العسكرية والغارات الجوية، أعلنت القوات المسلحة التركية مقتل 76 إرهابيا من منظمة PKK، بينهم 3 من قيادي المنظمة الإرهابية في عمليات بمناطق شمالي العراق وجنوب شرق تركيا. تواصلا للحرب الشرسة التي تشنها القوات المسلحة التركية ضد التنظيمات الإرهابية داخل تركيا وخارجها، تمكنت القوات التركية من القضاء على 76 إرهابيا من منظمة PKK في عمليات عسكرية خلال الأسبوع الأخير داخل وخارج البلاد. وبحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، فقد تمكنت القوات المسلحة التركية في الفترة بين 16 و 12 من تموز يوليو الحالي من القضاء على 76 إرهابيا في عمليات شنتها بمحافظات شرنق وهكري وقرص واغر ومردن وبتلس، بالإضافة إلى العمليات العسكرية الجارية في شمالي العراق. ولفت البيان إلى مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التابعة لمنظمة PKK الإرهابية خلال العمليات العسكرية. وأشار بيان رئاسة الأركان التركية إلى العمليات العسكرية التي تشنها القوات التركية في مناطق شمالي سوريا ضمن عملية غصن الزيتون، حيث ارتفع عدد قتلى التنظيمات الإرهابية منذ انطلاق العملية إلى 4540 إرهابيا، في وقت يواصل فيه الجيش التركي وبرفقة قوة الجيش السوري الحر عمليات تطهير منطقة عفرين من العبوات النسيفة والألغام، حيث تم إبطال مفعول وتدمير 249 لغما أرضيا و320 عبوة محلية الصنع. كما نوه بيان رئاسة الأركان التركية إلى أن القوة التركية أكملت دوريتها 13 في مدينة منبجة السورية وفق الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية. في المقر القديم لمجلس الأمة التركي في أنقرة، جرت إقامة مراسم عقد الاجتماع الأول للحكومة التركية الأولى في النظام الرئاسي برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وبحضور الوزراء وجمع من أعضاء مجلس الأمة، حيث ألقى أردوغان كلمة في المراسم أكد فيها أنه كما حصل قبل 98 عاما فإن الإرادة الوطنية لا تعلوها أي قوة فانية أخرى. إنه يوم تاريخي بالنسبة للجمهورية التركية، ففي المقر القديم لمجلس الأمة التركي في العاصمة أنقرة جرت إقامة مراسم عقد الاجتماع الأول للحكومة التركية الأولى في النظام الرئاسي برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وذلك بحضور الوزراء ومجموعة كبيرة من أعضاء مجلس الأمة. وألقى أردوغان كلمة قال فيها إنه وكما حصل قبل 98 عاما فإن الإرادة الوطنية لا تعلوها أي قوة فانية أخرى، وقال إن شعبنا يقف إلى جانبنا، فمن الذي يقف في مواجهتنا؟ إنها التنظيمات الإرهابية والجهات الداعمة لها، وفي مواجهتنا الجهات التي تنزعج من تطور وازدهار بلدنا، وأيضا هناك من يعمل في الخفاء سرا من أجل ضرب مصالحنا في الداخل والخارج، وفي مواجهتنا من لم يتمكنوا من تحقيق الديمقراطية في بلادهم ويرون تحقيق هذه الديمقراطية في بلدنا تهديدا لأمنهم واستقرارهم، لكننا نقول دوما إن الله هو المستعان وإننا نتلقى الدعم من شعبنا. وأكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مخاطبا أعضاء حكومته إن هم شعبنا هو همنا وإرادتنا من إرادته، متعهدا بالعمل جاهدين من أجل مواصلة تحقيق تطلعات وأمال الشعب التركي. انتخب مجلس الأمة التركي الجديد الذي جرى انتخاب أعضائه في انتخابات 24 من حزيران الماضي رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدرم رئيسا لمجلس الأمة، وذلك إثر حصوله على أغلبية أصوات الأعضاء، فيما بادر رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان بتقليد يلدرم وسام الشرف
تقديرا للنجاحات الكبيرة التي حققها أثناء توليه رئاسة الحكومة التركية. بعد 18 يوما من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في تركيا في 24 من حزيران الماضي، انتخب مجلس الأمة التركي الجديد الذي جرى انتخاب أعضائه في انتخابات 24 من حزيران الماضي رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدرم رئيسا لمجلس الأمة، وذلك بحصوله على أغلبية أصوات الأعضاء، ليصبح بذلك أول رئيس لمجلس الأمة التركي في ظل تطبيق النظام الرئاسي في البلاد. وفي جلسة انتخاب رئيس مجلس الأمة، تمكن يلدرم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم من الفوز بمنصب رئيس المجلس من الجولة الثالثة بعد حصوله على أغلبية أصوات 335، ومن ثم تسلم يلدرم منصب رئاسة مجلس الأمة من الرئيس المؤقت للمجلس درموش يلماز. من جانبه، بادر رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وخلال حفل كبير أقيم في القصر الرئاسي في أنقرة بتقليد بن علي يلدرم وسام الشرف تقديرا للنجاحات الكبيرة التي حققها أثناء توليه منصب رئاسة الحكومة. وفي كلمة له خلال الحفل، أشاد أردوغان بيلدرم قائلا: إنه حاز مكانة استثنائية في قلوبنا جميعا، ولم يترك رفقتنا على مدار 40 عاما كما فعل البعض ممن ضل طريقه، معربا عن ثقته بأن نهج يلدرم التوافقي والصادق الذي تبناه خلال فترة توليه لوزارة المواصلات وبعدها رئاسة الوزراء سيتواصل خلال فترة رئاسته للبرلمان التركي. وأعرب أردوغان عن تطلعه لتقديم البرلمان دعما قويا للغاية خلال المرحلة الحالية لمكافحة التنظيمات الإرهابية والتهديدات الأمنية. من جانبه، سلم رئيس مجلس الأمة التركي بن علي يلدرم ختم منصب رئاسة الوزراء إلى الرئيس أردوغان إذانا ببدء الحكم بالنظام الرئاسي، وقال في كلمة ألقاها خلال الحفل: إن السعادة الكبرى بالنسبة له تتمثل في خدمته لدولته وشعبه في فترة توليه رئاسة الحكومة. وقال: إن وسام الشرف الذي قلده له الرئيس أردوغان يحمل أهمية كبيرة بالنسبة له. وأشار يلدرم إلى أنه بدأ المسير إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الحياة السياسية قبل 40 عاما، وسيواصل المسير إلى جانبه إلى الأبد. هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمة التركي جلسته الأولى في دورته الجديدة يوم الاثنين المقبل الساعة 2 بعد الظهر. في باكستان، قتل 29 شخصا وأصيب 82 في الأقل جراء تفجيرين استهدفا تجمعين انتخابيين، أحدهما في مدينة ماستونغ جنوب غرب البلاد والآخر قرب مدينة بانو شمال غربي باكستان، وذلك في مؤشر قوي على أجواء التوتر التي تشهدها البلاد قبيل الانتخابات العامة التي ستجري بعد أسبوعين. في تكرار للهجمات التي تشهدها باكستان قبل أسبوعين من الانتخابات العامة التي ستجري في البلاد في 25 من تموز الحالي، قتل 29 شخصا وأصيب 82 في الأقل جراء تفجيرين استهدفا تجمعين انتخابيين بالبلاد. وقال مسؤول في وزارة الداخلية في إقليم بلوشستان أن 25 شخصا قتلوا وأصيب عشرات آخرون جراء تفجير قنبلة استهدفت تجمعا انتخابيا في مدينة ماستونغ التي تبعد حوالي 40 كيلومترا عن مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان. وأوضح المسؤول الأمني أن الاعتداء استهدف تجمعا انتخابيا للسياسي مير سراج ريساني الذي قتل متأثرا بجروحه في الهجوم. من جانب آخر، انفجرت قنبلة مخبأة في دراجة نارية قرب مدينة بانو شمال غرب باكستان لدى مرور موكب مرشح آخر للانتخابات، فقتلت 4 أشخاص وأصابت نحو 20 آخرين، فيما نجا السياسي المستهدف أكرم خان دوراني ممثل تحالف للأحزاب الدينية من الهجوم. وكانت باكستان قد شهدت الأربعاء الماضي تفجيرا انتحاريا استهدف تجمعا انتخابيا لحزب عوامي الوطني في مدينة بيشاور وتسبب في مقتل 22 شخصا، فيما أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم.
في سوريا قتل 54 شخصا بينهم 26 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وأصيب العشرات بجروح إثر قصف شنته طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ليلة أمس على ريف منطقة البوكمال شرقي محافظة دير الزور، الذي بات المعقل الوحيد الذي يسيطر عليه تنظيم داعش في سوريا، حيث أسفرت الغارات الجوية أيضا عن تدمير عدد من المنازل. ذكر التقارير الإعلامية السورية أن التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية نفذ ليلة الخميس على الجمعة غارات جوية على منطقة سكنية في ريف البوكمال أقصى شرق دير الزور قرب الحدود مع العراق، ما أسفر عن مقتل 30 شخصا وإصابة العشرات وتدمير العديد من المنازل. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصادر قولها إن بلدتي الباغوز فوقاني والسوسة على الضفة الشرقية لنهر الفرات بريف مدينة البوكمال تعرضتا بعد منتصف الليلة الماضية لقصف جوي عنيف شنته طائرات التحالف الدولي، حيث تسببت الغارات في مقتل 26 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي و28 مدنيا وجرح العشرات بينهم أطفال ونساء. وأشارت المصادر إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة بسبب الحالات الحرجة لمعظم الجرحى ولصعوبة إخلائهم من تحت الأنقاض بسبب القصف المتواصل على البلدتين، حيث ألحق القصف دمارا كبيرا وانهارت عشرات المنازل السكنية، وتعد محافظة دير الزور آخر جيوب تنظيم داعش الإرهابي في سوريا. خلال زيارته إلى لندن، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتفق مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على منع إيران من الحصول على السلاح النووي، حيث جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الجانبان بعد مباحثات جرت بينهما في وقت واجهت فيه زيارة ترامب إلى بريطانيا مظاهرات حاشدة خرجت في شوارع لندن احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي. Prime Minister, and unfortunately, there was a story that was done, which was, you know, generally fine, but it didn't. خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال زيارته إلى لندن، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتفق مع رئيسة الوزراء البريطانية على منع إيران من الحصول على السلاح النووي. وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي: لقد اتفقنا على أن إيران لا يمكن لها الحصول على السلاح النووي، مضيفا أنه شجع ماي على مواصلة الضغط على إيران. وشدد ترامب على أنه لا بد من القيام بخطوات في مواجهة انتشار السلاح النووي، مؤكدا العمل على ضمان أمن الحدود ومنع تسلل الإرهابيين إلى الولايات المتحدة، في وقت أشارت فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى أنها اتفقت مع ترامب على إظهار القوة والوحدة في مواجهة سوريا. وتأتي زيارة ترامب إلى لندن بالتزامن مع خروج مظاهرات حاشدة في شوارع المدينة احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي. حيث نظمت جماعة مناهضة للحرب تحمل اسم تحالف أوقف الحرب مظاهرة خارج مقر السفارة الأمريكية في لندن، وهتف المشاركون في الاحتجاج هتافات ترامب أنت غير مرحب بك هنا، وحملوا لافتات كتب عليها فليخرج ترامب من الوطن وليرجع إلى منزله. في مصر، أفادت مصادر رسمية بوقوع انفجار في أحد خزانات الوقود التابعة لإحدى الشركات الخاصة للبتروكيماويات في منطقة مجاورة لمطار القاهرة الدولي، حيث أدى الانفجار إلى اندلاع حريق هائل أدى لإصابة 12 شخصا، فيما أفادت الأنباء بعدم تأثر حركة الطيران في مطار القاهرة بالحادث. أفاد التلفزيون المصري بسماع دوي انفجار ونشوب حريق في منطقة مجاورة لمطار القاهرة الدولي شرقي العاصمة. وأوضح التلفزيون المصري أن قوات الدفاع المدني سيطرت على حريق بخزان وقود تابع لإحدى مصانع البتروكيماويات في منطقة مجاورة لمطار القاهرة،
حيث أسفر الحريق عن إصابة 12 شخصا بجروح تم نقلهم في إثرها إلى مستشفيات القاهرة للعلاج. وقال متحدث عسكري أنه نظرا لارتفاع درجة حرارة الجو حدث انفجار في أحد مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هيلوبوليس للصناعات الكيماوية، وتم إرسال عربات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومحاصرته، ولم يشر المتحدث إلى الجهة المالكة للمصنع، لكن مصادر أمنية أشارت إلى أنه تابع للقوات المسلحة. وذكر التلفزيون المصري أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده. وقال المتحدث باسم وزارة الطيران المدني باسم عبد الكريم إن حركة الملاحة الجوية مستقرة ولا وقف للرحلات، ولم يحدث انفجار بمطار القاهرة. وأكد المتحدث أن الانفجار والحريق وقعا بعيدا عن المطار. بحضور عدد من المسؤولين التربويين التركمان والمهتمين بالدراسة التركمانية وبدعم وبتمويل من مركز التعليم التركماني ومؤسسة وقف تركمان للثقافة والتعاون، بادر قسم الدراسة التركمانية في المديرية العامة لتربية كركوك بافتتاح روضة تركران جولار التركمانية الأساس في قرية تركلان التركمانية التابعة لمحافظة كركوك. ضمن المشاريع الداعمة للدراسة التركمانية في محافظة كركوك، بادر قسم الدراسة التركمانية في المديرية العامة لتربية كركوك بافتتاح روضة تركلان جولار التركمانية الأساس في قرية تركلان التركمانية التابعة لمحافظة كركوك. وحضر افتتاح الروضة مدير عام الدراسة التركمانية في وزارة التربية شاتين كولمان، ومدير قسم الدراسة التركمانية في المديرية العامة لتربية كركوك حازم داقوقلو، ومدير المركز الثقافي التركماني في أنقرة مصطفى الضيائي، ومدير مركز التعليم المستمر قحطاني الونداوي، إضافة إلى مسؤول الجبهة التركمانية في قرية تركلان معتصم هرمزلو، وجمع غفير من وجهاء وأبناء القرية. وتتضمن بناية الروضة عددا من الصفوف التعليمية، حيث تم تسجيل 50 تلميذا من أبناء قرية تركلان للتعلم في الروضة التركمانية. مدير قسم الدراسة التركمانية في المديرية العامة لتربية كركوك حازم شكر داقوقلو أوضح في حديثه لفضائية تركمانل أن قرية تركلان كانت منذ فترة طويلة تفتقر إلى تعليم أبنائها لغتهم التركمانية الأم، وقد تحقق هذا المطلب بافتتاح روضة تركلان جولار بجهود عدد من المؤسسات التربوية التركمانية. أما مدير المركز الثقافي التركماني في أنقرة الدكتور مصطفى ضيائي فأشار إلى أن افتتاح هذه الروضة تمثل هدية مقدمة من المؤسسات التركمانية لأهالي قرية تركلان، مقدما شكره للجبهة التركمانية العراقية ومؤسسة وقف تركمان للثقافة والتعاون على دعمها اللامتناهي للدراسة التركمانية. ونوه مدير مركز التعليم التركماني قحطان الونداوي بدوره إلى الظروف الصعبة التي مر بها أهالي قرية تركلان التركمانية خلال العقود الماضية من عمليات التهجير التي طالتهم، مشيرا إلى افتتاح هذه الروضة جاء تلبية لمطلب أهالي القرية لغرض تعليم أولادهم لغتهم الأم. فيما عبرت مديرة روضة تركلان جولار فاطمة هرزقزة عن سرورها بافتتاح الروضة وقدمت الشكر لكل المؤسسات التي ساهمت في افتتاحها. نهاية النشرة، إلى اللقاء.